كيفية تفعيل اختيار سبب قبل الاتصال على تطبيق تروكالر؟ طريقة سهلة جدا يا أصدقائي، تقوم بفتح تطبيق تروكالر، بعد ذلك سوف تقوم بالدابلة على الزاوية هنا في الإعدادات أو البروفايل، بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على الإعدادات، بعد ذلك سوف تذهب إلى خانة اسمها الاتصال الجاري، تضغط عليها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك سوف تظهر لك خانة اسمها اختر سببا قبل الاتصال، سوف تقوم بتفعيلها بالضغط عليها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك سوف تحدد مثلا تحديد سبب واحد مثلا هذه موافق، بعد ذلك تضغط على تم، بعد ذلك المواصلة، بعد ذلك حسنا. وهكذا تتم العملية بكل نجاح، وقد فعلت بكل نجاح. نصل لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.